ليش عمل فيه هيك؟ أنا عمري ما حبيت حدا غيره. مين لينا فوزي؟ محجوز لها الجناح الملكي في الأوتيل ومتوصي عليها في كل حتة. أميرة مهمة جدا، جاية مخصوص عشان تحضر المعرض وتشتري الألماس. وأنا اتسرب مني ألماس قبل كده ومن بيتي كمان. ولو ظهرت أنا في الصورة دلوقتي يمكن ألبسها. بيقهرها وبيبكيها وبيعذبها وبيدمر لها قلبها كرمالها.